رفعت الراية البيضاء وانطلقت الأنجياد وأفراس الإنتاج السعودي عمر 3 سنوات فأكثر التي لم تكسب في الشوط. الآن في الشوط الثاني في الجزء الأول على جائزة زيد بن محمد بن زيد يرحمه الله من أهل الرياض وحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط على مسافة 2000 متر قيمة الجائزة 18,000 ريال. والمتواضع الآن يتصدر في المركز الأول. الأعبل يتابع أيضا وأشاهد أيضا تقدم غاير من الداخل في المركز الثاني بالإضافة إلى مدلول في المركز الثالث. الأعبل المركز الرابع وأيضا بنت الأرياف من الخارج تتقدم في هذا الشوط. والآن الصدارة للمتواضع المركز الثاني لغاير الثالث لمدلول وبنت الأرياف في المركز الرابع. وتقترب الآن بقية الجياد في هذا الشوط وألاحظ تقدم بقية الجياد أيضا حور من الداخل يحاول أن يتقدم. والصدارة للمتواضع في هذا الشوط المرشح الثاني والمركز الثاني لغاير بقيادة الخيال عبد العزيز العود. كما تشاهدون الآن المركز الأول والثاني أصحاب المركز الأول والثاني في مجموعة وبقية الجياد في مجموعة أخرى مع اقترابهم من المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. والصدارة للمتواضع مع المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية ملاحقة من بقية الجياد وغاير في المركز الثاني حور من الداخل في المركز الثالث. والمتواضع يتقدم في هذا الشوط بأكثر من 3 أو 4 أطوال عن غاير الوصيف. والمتواضع في المركز الأول بقيادة كامل يوبيتي. المتواضع يتقدم وآخر 70 متر في هذا الشوط. المتواضع إذن يصل إلى خط النهاية معلنا فوزه بالمركز الأول في الشوط الثاني في جزئه الأول.